تحية طيبة لكم مشاهدينا، نلتقي في هذا البرنامج الرياضي اليوم إذ تستمر فعالية بطولة كأس إفريقيا لكرة القدم والتي تنظمها كوت ديفوار. أبرز معالمها إلى حد إجراء مباريات الربع النهائي خروج المنتخبات العربية، الجزائر، مصر، تونس، موريتانيا، ثم منتخب المغرب بعد انهزام أمام جنوب إفريقيا. أسئلة عدة يراها كثيرون مشروعة ما تزال تطرح مشاهدينا عن أسباب الخروج المبكر بعد أن كانت جل هذه المنتخبات مرشحة للوصول إلى أدوار متقدمة، إن لم نقل إحراز الكأس الإفريقية. لما تملكه من رصيد كروي قاري، فهل يا ترى هذا يعود لنقص التحضير، قلة الإمكانات، أم أن الظروف المناخية الأفريقية الصعبة وعلى رأسها الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة حال دون ذلك، أم الأمر يعود لعوامل نفسية محضة؟ هذا الذي سنراه مع ضيوفنا، ولكن قبل هذا مشاهدينا نشاهد هذا التقرير. تحطمت آمال العرب مبكرا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث ودعت كل المنتخبات العربية البطولة المقامة في كوت ديفوار من دور 16. ويثير الأداء الباهت الذي ظهرت به منتخبات شمال أفريقيا في البطولة، خاصة مع إقصائها من طرف فرق تنتمي للصفين الثاني والثالث بالقارة، تساؤلات عن الأسباب الكامنة وراء هذه الإخفاقات، وحول ما إذا كانت مرتبطة بتراجع عام في مستوياتها أو تطورا في مستوى خصومها من دول أفريقيا جنوب الصحراء، أم أن عوامل أخرى وراءها. فشل المنتخبات العربية في الوصول لأدوار متقدمة في الكان وفق محللين يرجع لتفاصيل صغيرة لم تحسب الأجهزة الفنية لهذه المنتخبات حسابها قبل البطولة. فعدم إقامة مباريات ودية تحضيرية في كوت ديفوار أو بلد شبيه له على مستوى الظروف المناخية لعب دورا أساسيا في الانهيار البدني والمستوى الضعيف للمنتخبات العربية. ينضاف إلى الأسباب، يقول متابعون، المجاملات التي قام بها مدربو منتخبات مصر والمغرب والجزائر في استدعاء عدد من اللاعبين النجوم غير الجاهزين أو الذين ليسوا في كامل جاهزيتهم لخوض البطولة. فبعدما كانت الظروف المناخية أبرز تحدي يواجه منتخبات شمال أفريقيا في البطولات التي تجرى جنوب الصحراء، انضاف إلى هذا المعطى تحدي تطور بقية المنتخبات، إذ لم يعد هناك منتخب صغير وآخر كبير، كما أن امتلاك المنتخبات العربية للاعبين متألقين أوروبيا شجع المنتخبات الأقل مستوى من أجل رفع التحدي واللعب بقوة من أجل إقصائها. التتويج أصبح صعبا الآن مع الصحوة الكروية الموجودة في القارة، وعلى المنتخبات العربية تقوية بطولاتها المحلية أكثر وتكوين لاعبين قادرين على تحمل طقس أفريقيا جنوب الصحراء والابتعاد عن الترشيحات المسبقة والتقليل من الخصوم. تحية طيبة لكم مجددا مشاهدنا الكرام، تحية لضيوفنا. معنا في البداية الصحفي شبوب بوطالب معنا من لندن، وكذلك مجيد بوطمين الصحفي الرياضي من الدوحة. مجيد، أبدأ معك النقاش. إذن غادرت الجزائر كما لا يخفى عليك، موريتانيا، تونس، مصر، وآخرها المنتخب المغربي بعد أن انهزم أمام جنوب إفريقيا. في رأيك أنت، وهذه ما كان قد يشير إليه أشار إليها التقرير، في رأيك أنت لماذا؟ ما هي الأسباب التي عجلت بخروج المنتخبات الإفريقية بعد أن كانت مرشحة للذهاب بعيدا في هذه البطولة؟ نعم أخي عثمان، تحية لك أولا ولكل مشاهديكم في كل مكان. أعتقد بأن هناك مغالطات حدثت قبل نهايات كأس أمم إفريقيا من طرف بعض المحللين الذين ربما تسببوا في هذه المغالطات بالقول بأن هناك منتخبات بعينها قوية وهي مرشحة بقوة للتتويج بكأس أمم إفريقيا، متناسين أو أن المعلومات التي بحوزتهم لم تحين، يعني وغفلوا
التطور الكبير لباقي المنتخبات، وعبر شاشتكم شخصيا قبل انطلاق البطولة بساعات كنت قد تنبأت وقلت بأن هذه البطولة وحتى البطولات اللاحقة سوف تشهد مفاجآت، ولم تعد هناك فروقات كبيرة في المستوى بين المنتخبات المصنفة في التصنيف الأول أو المنتخبات التي تعتبر أقل منها تصنيفا، ذلك بأن غينيا الاستوائية وجزر الرأس الأخضر مثلا أثبت كلامي وقد وصل إلى أدوار متقدمة، خاصة كافيردي هو يصر على هذه تسمية جزر الرأس الأخضر، ناهيك عن الظروف المناخية الصعبة بالنسبة للمنتخبات العربية. التاريخ يسجل عدا المنتخب المصري المتعود بفريقه الأهلي المصري، لأن هو دائما النواة الأولى للمنتخب المصري ومتعود وسيد إفريقيا، يفوز خارج أرضه في غرب وشرق القارة. على ذلك باقي المنتخبات كلها لم تتمكن من التتويج، نذكر فقط تتويج وبالحد نقوله بصراحة للمنتخب المغربي عام 76. باقي بعد ذلك المنتخب الجزائري توج على أرضه في 90 و 2019 في مصر، والمنتخب التونسي توج مرة واحدة أيضا خارج أبل في أرضه 2004، والمنتخب السوداني أيضا على أرضه 1970. وبالتالي نقول بأن حظوظ المنتخبات العربية عندما تلعب خارج في قارة إفريقيا في غربها وشرقها تجد صعوبات كبيرة جدا، ناهيك عن ربما ضعف التحضير والعوامل النفسية مثل ما حدث وعانى منه منتخبنا الوطني، حتى أن مدرب موريتانيا وهو أمير عبدو قال بأنه اكتشف بأن هشاشة نفسية للمنتخب الجزائري للاعبين، وعمل على ذلك وتمكن من وضع الخطة المناسبة وفاز على المنتخب الجزائري بصورة مفاجئة. أعتقد هذه العوامل، ولو أن عوامل كثيرة وكثيرة جدا يمكن ذكرها، ولكن من وجهة نظري هو فارق المستوى الذي اختلف تماما بين المنتخبات الكبيرة والمصنفة أقل منها بقليل، وأيضا عامل الجو والطقس والملاعب في إفريقيا. أيعقل ونحن في 2024 ما زالت تبرمج مباريات على الساعة الثانية زوالا في كوت ديفوار، وشاهدنا حتى الأفارقة كيف كانوا يتسببون عرقا، فما بالك بالنسبة للمنتخبات العربية. طيب شبوب أعود لك من جديد، هل ترى أن هذا العامل المتعلق بالحرارة والرطوبة ينطبق على الجزائر؟ لأنهم أجروا تدريبا بل أياما أمضوها هنالك في الطوغو، والطوغو دولة قريبة نوعا ما من كوت ديفوار، وبالتالي قد يقول قائل ليست هنالك حجة للمنتخب الجزائري طالما هم تأقلموا على هذه الظروف المناخية. السلام عليكم. أولا مساء الخير مجيد، إن شاء الله يكون بخير. أنت ما شفتوش، نتمنى له كل التوفيق. هو يسمعك. إن شاء الله يكون بخير أولادي. الله يحفظه. فيما يتعلق بالمنتخب الجزائري كان عنده تحضير في ما قبل أمم إفريقيا في الطوغو حتى يتعودوا على الأجواء، لكن المقياس الأساسي ليس فقط التحضير، المقياس الأساسي هو حجم العمل الذي تم القيام به. هل تم العمل بشكل منهجي بحيث يكون اللاعبين جاهزين لمقاومة درجة الحرارة والتعامل معها بشكل صحيح؟ نقدر نشوفه في أغلب فترات المنتخب الجزائري في الشوط الثاني كاين معاناة بدنية، وبالتالي فيمكن لنا الاستنتاج قياسا إلى ذلك أنه فترة التحضير إما لم تكن كافية أو أنه حجم العمل لم يكن كافيا، لأنه كان عندك فرصة للتعامل مع المناخ يجب أن تستغلها، ويحكم عليك الناس من خلال ما تقدمه على أرض الملعب. هل في الشوط الثاني اللي هو شوط المخزون البدني هل كان أدائك أعلى أم أسوأ؟ إحنا على الأقل في ماتشين من ثلاثة كان أدائنا البدني في الشوط الثاني سيء، بمعنى أنه اللاعبين ما زال ما خذوش الريتم الخاص بهذه المباريات. هذا جزء نقدر نلوم عليه التحضير البدني، ويمكن نلوم عليه أيضا كما يحكي مجيد سوء البرمجة، يعني من غير الإنساني أصلا أنك تلعب الساعة 2 ظهرا في ظروف سيئة للغاية، هذا يقضي على اللاعبين ويقضي على متعة كرة القدم. هذا عامل يجب أن نأخذه في عين الاعتبار، يعني إضافة للاعتبارات التكتيكية الأخرى اللي ممكن تحدثوا عليها لاحقا. الآن نتحول إلى المحور الثاني شبوب ومجيد، فيما يخص بيان الفاف، بيان اتحاد فيدرالية كرة القدم الذي خلف جدلا كبيرا على الساحة الرياضية، الشارع الجزائري، تصريحات وتصريحات مضادة. بعد هذا الفاصل مشاهدينا سنقرأ أبرز ما جاء في هذا البيان.
إذن مشاهدينا الكرام، ضيفي الكريمين مجيد وشبوب، كما انتهى إلى علمكما بعد تصريحات وتصريحات مضادة وكثير من الجدل واللغط، اتحاد كرة القدم أو فيدرالية كرة القدم أصدرت بيانا، وهذا البيان كما انتهى إلى علمكما وعلم المشاهدين خلاص أنه انتهت مرحلة جمال بلماضي بكل إيجابياتها ومساوئها، هكذا يقولون. أقرأ بعض الأسطر التي وردت في البيان. سجل الاتحاد الجزائري لكرة القدم فاف بكل أسف، سنضع سطرين تحت هذه الكلمتين، المسار المخيب للمنتخب الوطني الذي لم يرقى إلى مستوى تطلعات الشعب الجزائري، وذلك خلال مشاركته في الدور الأول للمجموعات في نهاية كأس أفريقيا للأمم في كوديفوار. الفاف عرج على الإمكانات، قف بالنظر إلى الوسائل والإمكانات المادية التي وفرتها الدولة والاتحاد الجزائري لكرة القدم فاف، كان من الحق المشروع في انتظار في المقابل أداء مغاير تماما لذلك الذي تبعناه. فللمرة الثانية، وهنا إشارة أيضا لما جرى في الكاميرون الدورة السابقة، وكان في 2023 لم يخطو المنتخب الوطني عتبة الدور الأول من المنافسة واحتل المركز الرابع والأخير في المجموعة، وهذا فشل واضح ومؤلم يصعب تقبله، بالإضافة إلى فشل المنتخب في التأهل لكأس العالم، يقصدون كأس العالم قطر. مجيد، ما رأيك فيما جاء في البيان ولو فقط هذه الأسطر الأولى؟ هناك من لام الاتحاد على عدم تطرقه لإيجابيات جمال بلماضي، مباشرة تكلموا عن السلبيات فقط. صحيح، بيان قاسي جدا، وفي الحقيقة هو ترجمة رديئة لبيان صدر بالفرنسية، ونبقى دائما نطرح التساؤل متى تبقى الفرنسية مهيمنة على الإدارة الجزائرية، هذا شيء آخر، ولكن البيان في حد ذاته أنا أعتبره قاسي نوعا ما في حق المدرب الوطني جمال بلماضي، الذي يعني حقق نجاح كبير جدا، ومن وجهة نظري بأن كأس أمم إفريقيا والنجمة الثانية التي أحرزها للجزائر هي ستعادل 5 إخفاقات والخروج من الدور الأول، لأن الخروج من الدور الأول في دورة أو دورتين لا أعتقد بأنه يعني كارثة. هو صحيح أنه فشل، ولكل بداية نهاية، وإذا هذا المدرب لم يحقق الأهداف عليه أن يرحل بطريقة هادئة دون ما يتعرض للتشويه وحملة الكراهية ضد هذا المدرب، الذي إلى سنوات أخيرة أو أشهر أخيرة كان الجميع يقول يا ليت لدينا جمال بلماضي في كل المجالات، في الاقتصاد وفي الرياضة وفي السياسة وفي وفي وفي، لماذا انقلبوا عليه بهذا الشكل؟ أعتقد بأن البيان، ولأني ألوم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لأنه كان من المفروض يكتفي على إصدار البيان ويعني يعدد الإخفاقات اللي حدثت في عهده في خلال 4 أشهر الأخيرة، ولا يعود إلى 2021. طالما عاد إلى 2021 عليه أن يصل إلى 2019 ويعدد أيضا النجاحات الكبيرة التي كانت حدثت بين 2019 إلى 2022 إلى غاية قبل الإخفاق في التأهل إلى مونديال قطر 2022 في 29 من شهر ديسمبر مارس 2022. بالتالي كان من المفروض شيء منطقي جدا أن واحد يراجع حساباته ويقيم أين الخلل، ولكن ليس بهذه الطريقة. أعتبر بأن البيان كان قاسي نوعا ما في حق المدرب جمال بلماضي، اللي قلت لا أحد سيخلد في المسؤولية، ولكن إذا غادر يغادر بطريقة محترمة، لأنه أنجز وحقق إنجازات كبيرة قد يصعب على أي مدرب آخر يحقق ما حققه بالماضي، وبالأرقام هو أنجح مدرب حتى الآن في تاريخ المنتخب الجزائري لكرة القدم، وأخشى ألا نحصل على أي لقب آخر إلا بعد عقود أخرى، هذا أخوف ما أخاف منه أخي عثمان. طيب شبوب، ما رأيك شبوب فيما قيل وما زال يقال، بلاطوهات مثل ما أشار مجيد، انخاص من قيمة جمال بلماضي، وهو الذي أحرز كأس أفريقيا للجزائر بعد طول غياب في سنة 2019، ولكن البيان لم يشر إلى هذا إطلاقا. هناك بعض المصادر، وين مثلا هذا المصدر يتكلم عن أن بلماضي اشتاط غضبا وغيظا مما كتب عليه في هذا البيان، وحتى أنه رد على أساس أنه طالب بأمواله، وهذا لم يكن صحيح هكذا قيل. شبوه، فيما يتعلق بالموضوع، الوثائق أو الأخبار التي أوردها موقع وين لقدوة الزميل مسعود علال هي بالنسبة لي موثوقة، يعني أعرف الرجل وأعرف مهنيته. البيان يسرد حكاية من طرف واحد، ويسرد هذه الحكاية رغبة في أن يتحمل جمال كل شيء. ومنذ البداية كان واضحاً
من لحظة إقصاء المنتخب الوطني أن السفينة تغرق، وبالتالي كان لابد أن يهرب منها الناس. وأول الهاربين كان رئيس الاتحاد، يعني ما طولش بزاف، خلال ساعة ساعتين كان انشر التدوين نتاعو بأنه سيتم فسخ العقد بالتراضي، كان هذا إعلان مغادرته للسفينة. الذي ألم جمال كشخص معتد بنفسه هو أن يتم التضحية به بهذه الطريقة، أنه ما يخرجش من الباب الكبير. كان يتمنى أن يعود للجزائر ويغادر باتفاق هادي، ثم تمضي الأمور بشكل كان يمني الناس بالمرور إلى 2026 كأس العالم، هكذا كان يريد. لا 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 أظن ذلك، أظن أنه كان يطمع في اتفاق هادئ للمغادرة من الجزائر. نعم. لكن الليلة هذه اللي بعد الإقصاء وكمية الهجوم عليه وتحميله نتيجة كل شيء خلاته ما يعني غير قابل أصلا للتفاوض، يعني خلاص سكر الباب في وجههم، وكان محتاج فترة طويلة حتى يهدى، لأنه احنا نعرفه جمال إنسان عنده اعتزاز بكرامته وعنده اعتزاز بنفسه، ما يحبش واحد أنه ينزل من قيمته، هو حس أنه نزلوا له من قيمته، علما أنه كان يمكن تسير الموضوع بطريقة أفضل، يعني يرجعوا الجزائر ويحلوا الإشكال. وكمية الهجوم على جمال غير معقولة، مع أني أنا كنت ضد استمراره في المنتخب منذ إقصائيات كأس العالم، لكن الهجوم عليه بذلك الشكل كان مجرد وسيلة لتصريف شحنة الغضب داخل الشعب، يعني أنه يجب أن نجد كبش فداء نضحي به. وجمال كان هذه المرة هو كبش الفداء، وتحدثوا على الأمور المالية وما إلى ذلك، علم أنه لما تحدثوا في القانون الرجل لم يخطئ قانونا، أنت عطي له عقد بدون أهداف، أنت العقد أنت جمال ليس فيه أهداف، يجب أن نتذكر هذا. يعني لو يأخذ كل المباريات من هنا 2026 كلها هزائم، هو لم يخالف العقد نتاعه، قانونا عنده الحق في امتداد العقد نتاعه، لكن الإشكال أنك أنت الآن حملته وحده مسؤولية ما حدث، مسؤولية يتحملها الذي وقع عقدا بدون أهداف. لو من البداية أنت موقع معه عقد قال لخويا نمده لك، ولكن مطلوب منك تصل إلى نهائي الكاد، بمجرد أن يفشل في الدور الأول يصبح العقد لاغيا بقوة القانون، لكن تعطيت عقد بدون أهداف. الآن تريد أن ترغم جمال على فسخ العقد من طرفه، وأنه يروح بتسوية ما يقبلهاش فقط حتى لا تعطي المزيد من المال. ما هوش مشكلة جمال أنكم توما درتوا عقد سيء، مشكلتكم توما من وقع العقد يتحمل مسؤوليته. إذن هي مشكلة الفاف وليس مشكلة جمال بالماضي. جمال الماضي كان يمني نفسه من أن هناك طلاق، تباين، تراض، نقاش، يسمعون منه وهو يسمع منهم، ولكن كما كنت تقول أنهم باغتوه بهذا البيان بالحط من قيمته وذكر السلبيات فقط والإخفاقات وما إلى ذلك. مجيد انتظر، فقط سأسألك سؤال آخر وأتركك لأتركك فقط، لكن قبل هذا نستمع لعلي بن شيخ اللاعب الدولي السابق، ماذا قال عن الفترة التي يجب أن تصل إليها الجزائر بعد مرحلة جمال بن ماضي؟ جوزو ليطاب سيريوز هي لو ديفلوبمون لو بروجي سبورتيف تاع لا فيدراسيون نوفال ايكيب تاع لا فيدراسيون هاديه. اسكو يا ان بروجي سبورتيف ا موان ا لون تيرم ريالمون كيما داروا السينيغال؟ جوزو السيريو دركا ولا نزيدو نقعدو نبريها شكون جاي المدرب ودوك يجيب ملهيها نيمبورت كي بو ترافاي كوم سا لا فعلا ترافيك كيما يديروا داروا السينيغال اي اوتر بروجي رايح لبعيد هما 2030 صفي الفريق تاعك هنا شامبيون الكلوب لو شامبيون هذا تنظفو كيما يلزم باش ديروا سور راي تاع الصح بروجي سبور ليكيب ناسيونال باينه عندها لي بروجي عندها لي مويا عندها كل شيء ولونترينور يكونتاكتي ويشوف لي جوار دي حاجه واضحه حاجه سهله هنا اللي راه الواعر. مجيد ما رايك فيما قاله علي بن شيخ؟ كانه يقصد عملية حوصلة تقييم لهذه المرحلة التي أشرف عليها بالماضي كلها من 2019 إلى يومنا هذا قبل الإسراع بتعيين أي مدرب، يقول لك لا لابد من التفكير، لابد من تقييم تنظيم البطولة الوطنية، ولما لا؟ والله أفضل أن لا أعلق على مثل هذه التحالي، كل واحد لديها رأيه الخاص وهو حر في ذلك، ولكن أيضا توجنا في 2019 ولم يكن هناك مشروع، وكان فوضى وكان منتخب منهار، وجاء مدرب عرف كيف يلملم جراح هذا المنتخب وقادنا إلى النجاح. أكيد أن تخطيط المستقبل مهم جدا، وهو ضرب مثال بالسنغال، فعلا السنغال خططت وصبرت وعملت وظل المنتخب أليو سيسي على رأس المنتخب 9 سنوات بإخفاقات ونجاحات
نجاحات، يعني كانت هناك إخفاقات. لو تعجلوا في إقالة أليو سيسي مثلا في السنغال اللي يضرب بها المثل، كان لم يتوجوا بكأس أمم إفريقيا الوحيدة والأخيرة في تاريخهم، وبالتالي لماذا لا يتكلمون على بنفس المنطق على مدرب وطني، برغم أنه أنا دائما مع المدرب الوطني، لأن نجاحات كرة القدم الجزائرية كانت مقرونة كلها تقريبا بمدربين وطنيين. الميدالية الذهبية بلعب البحر الأبيض المتوسط كانت بقيادة الجزائر رشيد مخلوفي، التأهل إلى كأس العالم 2022 كان بروغوف الروسي، ولكن أيضا مع خالف ومحي الدين خالف وسعدان، تتويج بكأس أمم أفريقيا 90 مع المرحوم عبد الحميد الكرمالي، والتتويج في 2019 بالجزائري جمال بلماضي، والتأهل أيضا لأول مرة في كأس العالم إلى الدور الثاني كان بقيادة البوسني وحيد خليل الزيج. إذن الإطار الجزائري كان دائما ينجح مع المنتخب الجزائري. تخطيط أكيد ضروري جدا لأي مؤسسة، ما إذا ما اعتبرنا كرة القدم هي عبارة عن مؤسسة تريد التقدم والنجاح، شيء منطقي التخطيط للمستقبل بكفاءات وطنية، وحتى استعانة بالكفاءات الأجنبية لم يعد يعني أمر غريب في عالم كرة القدم اليوم، ولكن أن يصل الأمر إلى تصوير الخروج من بطولة أمم أفريقيا كأنها طامة كبرى أو كأنه زلزال ضربة، أعتقد بأن هذه هو عبارة عن زرع للسلبية فقط في المجتمع. والدليل المنتخب البرازيلي مثلا خسر على أرضه 7-1 ولم يتوج، وأيضا إيطاليا لم تتأهل مرتين لكأس العالم 2018 و2022، وإيطاليا بأربعة ألقاب والبرازيل بخمسة ألقاب عالمية، ولم نسمع أن الأمر تحول إلى نكسة وطنية أو إلى طمة. هناك أعتقد بأن هناك مبالغة في الطرح، وعلينا أن نحلل بطريقة ممنهجة. أعود وأقول فقط حتى أختم ولا أطيل عليكم، أتفق تقريبا تماما مع ما تفضل به زميلي العزيز شبوب فيما يخص عقد بلماضي، ولو أن يختلف معه في جزئية بسيطة، وهي أن عقد بلماضي هو بأهداف، والهدف هو التأهل لكأس العالم 2026. صحيح أن الذين يروجون يقولون أن زفزاف الرئيس السابق أبرم عقد بلا أهداف، في الحقيقة هو بهدف وحيد وهو التأهل إلى كأس العالم 2026. صحيح أنه لم يتضمن أهداف في أمم إفريقيا 2023 و2025، هذا ربما خلل من جانب الاتحاد الجزائري وليس من بلماضي، ولكن بلماضي أيضا بعزة نفسه لم يكن مصرا على الاستمرار، برغم أنه إذا أراد القانون إلى جانبه يستمر إلى غاية 2026 بقوة القانون، وإذا أراد أن يأخذ أمواله أيضا يأخذها بقوة القانون، برغم أن هناك أيضا حدثت مغالطة وتشويه لسمعة الرجل، وأنا عندي مصادر خاصة ومقربة لم يطلب دينار واحد، فقط قال يريد أن يخرج بطريقة محترمة باتفاق بالجلوس فوق طاولة ويتم فسخ العقد، ولن يطلب أي فلس آخر إذا ما رأوا بأن مهمة هذا المدرب وصلت إلى نهايتها الحزينة إن صح التعبير بعد كل ما قدمه لكرة القدم الجزائرية. وأقول وأعيد، لا أحد سوف يبقى في منصبه مدى الحياة مهما كان هذا المنصب، مدرب أو وزير أو مدير مؤسسة أو أي شيء. علينا إذن أن نقيس الأمور بعقلانية وباحترام للأشخاص الذين أخفقوا، والإخفاق ليس نهاية العالم، وهذا المدرب يستحق منا كل الاحترام والتقدير وليس التقديس، كما قد يعتقد البعض بأننا عندما نرفض يعني شحذ السكاكين عندما يسقط الثور لطعم يقولوا بأنكم تقدسون، نحن لا نقدس، ولكن هناك فرق بين النقد والحقد، بين التحليل والتهريج، هذا ما أريد أن أصل إليه. وبالتالي ما هي إلا كرة قدم، وأعتقد بأن وزير الاتصال بالأمس محمد العقاب وضع يعني يده على الجرح تماما عندما قال بأن الإعلام الرياضي للأسف في بلادنا يزرع السلبية ويكاد يصل بنا إلى يعني أو بث الهزيمة في نفوس الجميع بمجرد الخروج من دورة إفريقية للمرة الأولى أو المرة الثانية. وأعيد وأختم أخي عثمان بأنني أقول دائما بأن التتويج بالنجمة الثانية في أمم إفريقيا 2019 بالنسبة للمدرب الوطني جمال بلماضي على الأقل تعادل 5 مرات الخروج من الدور الأول في بطولة أمم إفريقيا، والجميع يعرف أن الصعوبات كبيرة جدا في إفريقيا، في غرب وشرق إفريقيا، والذين كانوا يريدون
يحاولون فرض الضغط السلبي على المدرب الوطني واللاعبين ويحملونهم ويقولون لا بد عليكم العودة باللقب. هم يدركون في قناعة أنفسهم بأن الأمر صعب جدا، ولا منتخب عربي كان بإمكانه أن يحقق ذلك، بدليل أن آخر متوجين بكأس أمم إفريقيا الكاميرون والجزائر والسنغال ودعوا من الدور الأول أو من الدور الثمن النهائي، والثمانية الكبار المتبقين في هذا الدور لم يكونوا موجودين أصلا في الدورة السابقة في الكاميرون، يعني الدور ربع النهائي لدورة الكاميرون كل المنتخبات خرجت، ونحن أمام مشهد جديد مع منتخبات جديدة تعمل وتتطور بشكل كبير جدا. وأفضل مثال هو منتخب الرأس الأخضر الذي يتألق في كرة اليد ويتألق في كرة القدم، وبإمكانه الوصول إلى الدور نصف النهائي أو إلى ما لا ولما لا إلى النهائي، وهي دولة يعني مساحتها 4000 كيلومتر فقط. شكرا لك، شكرا جزيلا لك مجيد بطمئن، صحفي الرياضي كنت معنا من الدوحة العاصمة القطرية، شكرا جزيلا لك. شبوب، في رأيك أنت شبوب، ما هي المدرسة المناسبة للكرة الجزائرية في المرحلة المقبلة؟ هناك من يتحدث عن المدرسة الفرنسية، هناك من يتحدث عن المدرسة البرتغالية على كيروش، هناك من يتحدث عن المدرسة الإسبانية على لوبيتيغي مثلا. والله نبدأ بلوبيتيغي. لوبيتيغي معروف أنه يفضل اللاعبين الشباب، يعطي لهم فرص، لكن عامل اللغة قد يكون مشكلة في التواصل مع اللاعبين، لأنه حيضيع وقت كبير في الترجمة. إذن منطقيين يبقى لك المدرسة السويسرية أو المدرسة الفرنسية، هذول الأقرب إلينا بحكم عامل اللغة، غالبية اللاعبين تاعنا يمكن لهم أن يتحدثوا باللغة الفرنسية. لكن الإشكال أبعد من هذا، الإشكال هو أنه ما عندكش إدارة تقنية للمنتخب الوطني، إدارة فاعلة، يعني هذه هي الإشكال، يعني أنه ما عندناش إدارة كروية فاعلة وظيفتها رسم خطة للعمل وتنفيذها، هذا المشكل تاعنا. ربما هذا هو الذي كان يقصده علي بن شيخ يا شبوب لما قال أنه لابد من تقييم، لابد من حوصلة، ربما إيجاد طاقم آخر تقني قبل التعيين أي مدرب وهكذا. نعم، لأنه إحنا إذا رجعنا وضع المنتخب الوطني نجد أننا نتألق في السنوات الأخيرة كل ما كان عندنا لاعبين جايين جزائريين لكن مقيمين في الخارج متألقين في الخارج، وهؤلاء هم اللي يعطوا الإضافة للمنتخب الوطني، وبالتالي إحنا نعيش عادة على ما تنتجه المدارس الأوروبية. اللاعبين اللي يتألقوا في المنتخب الوطني ما هوش من إنتاج المدارس الجزائرية، الجزء الأكبر منهم ما هوش من إنتاج المدارس الجزائرية. الآن إذا حبيت أنك تتألق بصفة دائمة لابد أنه يكون عندك إنتاج وفير من اللاعبين، كل عام طلع 100-200 لاعب على أعلى مستوى، فيما بعد لما تكون تختار في المنتخب الوطني يكون عندك مساحة كبيرة للاختيار. يعني ألمانيا لما فازت بكأس العالم في البرازيل لم يكن ذلك نتيجة تألقها فقط في البطولة، وإنما قبلها بسنوات طويلة كانوا ماشيين في خطة مدة نتاعها أظن كانت 9 سنوات. أيوة، بداية من تعميم نظام الكرة في المدارس، من تفعيل المسابقات الثانوية، ركزوا على المسابقات في الابتدائي، مسابقات في المتوسط، المسابقات في الثانوي، ثم الكرة الجامعية. في خلال 9 سنوات كانت عندهم نخبة مليحة من اللاعبين قادرة تألق، وبالتالي حققوا كأس العالم. ورغم فعالية النظام تاعهم فيما بعد عانى، بمعنى أنه حتى لو تكون عندك خطة جيدة لابد دائما تكون منتبه لأي ثغرة تكون فيها. احنا في الجزائر ما عندناش خطة أصلا، هذه المشكلة، لأن يعني الرياضة في المستوى الابتدائي والمتوسط والمستوى الثانوي والأهم في المستوى الجامعي ما همش مهتمين بها، ما كانش اهتمام بهذه الرياضات. لذلك ولكن هم الآن شبوب يقولون الوقت يداهمنا ويحاصرنا، عندهم دورة في شهر مارس، تنتظرهم مباريات في كأس العالم، ولذلك هم على عجلة من أمرهم للبحث عن مدرب بديل لبالماضي. هم إذا كانوا يفكروا بالحلول العاجلة قد لا تكون بالضرورة حلول إيجابية، يعني هنا الإشكالية الكبيرة، وبالتالي علينا أن ننتظر قليلا يعني حتى يمكن لنا الوصول إلى حل دائم لكرة القدم في الجزائر. طيب خليك معنا شبوب، سنواصل، ولكن وصلنا إلى محور المنتخب المغربي الشقيق الذي هو لسوء حظه أيضا خرج من السباق كباقي الدول العربية. ولكن قبل هذا مشاهدينا نستمع لما قاله وليد الركراكي بعد انتهاء المباراة الأخيرة مع جنوب أفريقيا. شنو وقع؟ بحال اللي قلت
قلناش مزيان في الماتش واخا جاونا دي سيتواسيون اللي كنا بروميير ميتون كنا نماركيو مع امين عدلي لي سونت مع عبدي ما قتلناش الماتش خليناهم بالروح درنا دي زيرور انديفيديوال انفان تكنيك سورتو لي ماشي ديالنا ما كناش باسيون في لا كونستركسيون فقنا ملي ماركاو شفنا الوجه ديالنا اللي بصح دفعنا تجاد بينالتي ما كتبش حقا نهز لا ريسبونسابيلتي اليوم انا اللي درت الغلط كلشي اللعابه حتى اللي عندهم غنجلسوا غنفكروا مزيان على لا سويت اللي مهم انا اللي كيامني يا الشعب اليوم ما كناش مستوى ديالهم كانوا كيسناو فرص كانوا كيسناو نديو هاد الكاس ما ديناهاش اون فا بيان ريفليشير على لا سويت مي اللعابه ما عندي ما نقول تبعوني للحديث عن المنتخب المغربي مشاهدينا ينضم الينا ميلود بوعمامه الصحفي الرياضي معنا من المغرب. ميلود نرحب بك، ما رايك في ما قاله وليد الركراكي حول اسباب خروج المنتخب المغربي؟ بالحقيقه السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. شكرا على الاستضافه. حقيقه ان الهزيمه الاخيره امام جنوب افريقيا خيبت امال الجماهير المغربيه بحكم كانت معلقة على المنتخب المغربي أنه سيكون من الفرق يعني المتوجة بكأس إفريقيا كوت ديفوار 2023. في حقيقة الأمر كانت خيبة أمل بالنسبة للطاقم التقني المرافق للبعثة المغربية إلى كوت ديفوار، وكذلك كانت أمل معلقة كذلك على وليد الركراكي اللي كان دائما يخرج بالتصريحات أنه سيكون من الفرق التي ستكون لها شأن في هذا المونديال الإفريقي. لكن هناك أسباب أخي الكريم كامنة وراء خروج المنتخب المغربي من دور الثمن من منافسات كأس إفريقيا كوت ديفوار. ما هي هذه السبب ميلود؟ أبرز أسباب أبرزها هو أن دخول المنتخب المغربي إلى هذه المنافسات بتوب البطل أو رابع ترتيب عالميا بعد منافسات كأس العالم في قطر. كما قلتها في أكثر من مناسبة أن أجواء قطر ليست هي أجواء كوت ديفوار، وأن أجواء كوت ديفوار ليست هي قطر، وكأس العالم ليست هي كأس إفريقيا. فمنذ مباراة المنتخب المغربي ضد زامبيا أعتقد في الجولة الثالثة من المنافسات الإفريقية اتضح جليا وبالملموس أن خطة الكوتش وليد الركراكي أصبحت مكشوفة لدى المنافسين الآخرين في دورة كوت ديفوار. وأعتقد أن منتخب المغربي سيواجه في هذا الدور يعني منتخبات كانت تحسب ألف حساب للمنتخب المغربي، وطبعا هذه الخطة ديال وليد الركراكي لم تكن مجدية، وخير دليل ذلك أنها اصطدمت بفريق أو منتخب جنوب إفريقيا الذي يتكون من فريق واحد وهو فريق سان داونز الجنوب إفريقي الذي بقيادة طبعا المدرب المخضرم البلجيكي هوغو بروس. طبعا هذا من جهة، ومن جهة ثانية هناك أسباب أخرى وغياب بعض اللاعبين الأساسيين في النخبة المغربية أمثال حكيم زياش وكذلك سفيان بوفال ويحيى عطية الله. كذلك ساهمت خطة المدرب وليد الركراكي في إخفاقه في دخول بعض التغييرات في الشوط الثاني كانت غير مجدية. هذه مجموعة من المعطيات وكذلك التي ساهمت بشكل كبير في اندحار فريق المنتخب المغربي أمام جنوب إفريقيا. ولكن ميلود هناك من انتقد وليد الركراكي أنه أخذ معه لاعبين ليسوا جاهزين، بمعنى ما زالوا مصابين، ولكن مع ذلك أخذهم وليد الركراكي على أساس أنه سيذهب بعيدا في هذه الأدوار، لكن كما تعرف خرج في هذه المباراة بشكل مفاجئ. أنا أذهب بعيدا أخي الكريم أن وليد الركراكي كان يستقطب لاعبيه عن طريق العاطفة، فالعاطفة ليست هي رقعة الميدان كما يقول دائما، كأس إفريقيا ليست هي النية بل هي الرئة هي اللي تشتغل، فاللاعبين الذين يمارسون في فرقهم أو أنديتهم ليس لهم مكان داخل المنتخب الوطني المغربي. فأعتقد أن الوليد استخدم مجموعة من اللاعبين لا يمارسون كرة القدم مع فرقهم أو كانوا مصابين
وتمت عن طريق العاطفة استدعى ثلاث لاعبين أو أربعة لاعبين لطبعا لتمثيل النخبة الوطنية في كوت ديفوار كأس إفريقيا كوت ديفوار. فتعقل عندك الصح لأن مزراوي ما كانش مؤهل أنه يدخل في الشوط الثاني وما لعبش مع الفرق ديالو وكان مصابا فأعتقد هذه كان إشكال وقع فيه وليد الرقاقي ونتمنى أن يكون درسا له لأنه لا زال مع فريق مع المنتخب الوطني المغربي وهذا درس بالنسبة له وهذه طبعا هفوة مدرب وهفوة أسد من أسود المونديال الإفريقي. خليك معنا ميلود سأعود إليك حول مستقبل المنتخب المغربي وماذا ينتظره. شبوب ما رأيك شبوب؟ ما هي أبرز الانطباعات التي وقفت عليها بخروج المنتخب المغربي؟ يعني ترى هناك فعلا مثل ما كان يقول ضيفنا ميلود أن هناك أسباب عوامل تقنية بالنسبة للخطة بالنسبة للاعبين شاركوا كان عليه أن لا يحضرهم وما إلى ذلك من الأسباب؟ هناك مجموعة من الأسباب لكن يمكن لنا الاستفادة مما حدث مع المنتخب المغربي بالنسبة لكل دولنا. أولا لا يوجد مرشح. عادة البطولات المجمعة هذه يولد البطل فيها خلال المنافسة. يعني شفنا اليونان في بطولة أفريقيا، في بطولة أوروبا، شفنا زامبيا في بطولة أفريقيا، دائما البطل يولد خلال المنافسة. الجزائر في 2019 لا أحد كان مرشحة لكن سير المباريات هو اللي يخليك تؤشر إلى احتمالية أنه هذا الفريق أو ذلك الفريق عنده إمكانية للتطور ويبدأ ذلك من الدور الثاني حتى من الدور الأول ليس معيار. وبالتالي عندما تكون هنالك ترشيحات فهذا يجعل ضغط كبير على اللاعبين ويفاجئوا أن الظروف أسوأ مما تخيلوا. ندخل الآن في النقطة الثانية، عندما تلعب كأس أمم أفريقيا في بلدان شمال إفريقيا يعني نتحدث سواء مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، هالدول هذه مناخها وطبيعة ملاعبها يخلي فيه إمكانية للعب كرة القدم، تشوف إبداع، تشوف إمتاع، تشوف مباريات فيها درجة عالية من الفرجة. لكن لما تلعب خارج هذه الدول وخاصة لما تلعب أقرب إلى خط الاستواء أنسى كل ما تعلمته عن كرة قدم سابقة. يجب أن تلعب بالأسلوب الإفريقي. الأسلوب الإفريقي يعتمد على الفاعلية، ما تحسبش السيطرة، تقصد اللياقة البدنية. نعم، واستغلال الفرص، لأنه في هذا الظروف ماهوش مطلوب منك أن تنجز 100 فرصة، هذا كله ما عنده حتى معنى. مطلوب منك أنك تستغل الفرصة اللي تجيك. يعني تكفيك فرصة واحدة لحسم المباراة وقتلها، سجل وسكر الملعب. أما فكرة السيطرة ما عندها حتى معنى، فكرة امتلاك الكرة ما عندها حتى معنى، فكرة محاولة لعب كرة القدم ما عندها حتى معنى، لأنك أنت لا تلعب في ظروف أصلا تساعد على لعب كرة القدم. ما نتوقعه عندما تلعب كأس أمم أفريقيا في دول شمال أفريقيا هو الفرجة، لكن عندما تلعب في أوسط إفريقيا فيجب عليك أن تلعب بمبدأ أفرقة كرة القدم. أفرقة تعني بالضبط حاول أن تسجل هدف بأبسط طريقة بأسهل طريقة وبعد ذلك تسكر الملعب. محاولتك للسيطرة على الملعب راح تخليك فقط تستنزف بدنيا وتسقط في الشوط الثاني لا أكثر ولا أقل. وهو كذلك شبوب، شكرا جزيلا لك شبوب طالب صحفي كنت معنا من لندن عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. ميلود أعود لك من جديد، إذن هذه الأسئلة تعود من جديد للمستقبل، مستقبل المنتخب المغربي وهو منتظر أيضا أن المغرب ينظم كأس إفريقيا 2025، فكيف ترفع هذه الأمور أن المنتخب المغربي صحيح انهزم في هذه المباراة ولكن ينتظره مستقبل زاهرة كذا يقولون. حقيقة صديقي العزيز أن المنتخب المغربي الآن بين مد وجزر. أيوة. مد أعتقد أن الآن على مستوى الدوائر يعني المهيكلة بالنسبة للمنتخب الوطني كانت لقاء يوم أمس حسب تقارير إعلامية موثوق بها أن الوليد الرقراقي أو الطاقم التقني برئاسة الوليد الرقراقي جلس كثيرا مطولا مع رئيس الجامعة الملكية المغربية فوزي لقجع نعم فوزي لقجع، وكانت هناك مشاورات حول بقائه أو عدم بقائه في المنتخب الوطني، وتأكد أن وليد الرقراقي باق مع المنتخب الوطني المغربي وعليه أن يفكر في مستقبل المنتخب المغربي الأول. اولا ان الزمن بمعنى بيروت ليس هنالك حديث عن الاستقاله والاقاله، ما فيش حديث مثل هذا.
لا ما فيش كانت ما فيش استقالة. طيب. ولكن بعد قال لهم الاستقالة أنها سنجلس مع رئيس الجامعة وسنتدارس مشكل الاستقالة. ما فيش استقالة بل نعم. فيه استمرارية مع الفريق لأن الآن المغرب يسابق الزمن بحكم أنه مشرف على تنظيم كأس إفريقيا 2025 وكذلك مشرف على تنظيم كأس العالم بمعية إسبانيا والبرتغال سنة 2030 فعليه الآن التشبث بالمدرب الوطني المدرب المحلي لأجل تطعيم المنتخب الوطني الأول بعناصر جديدة وبرؤية جديدة وبأفكار جديدة وكذلك باستشراف المستقبل الكروي في البلاد فلا يمكن أن نستغنى الآن عن وليد الركراكي لأن وليد الركراكي الآن هو من سيقود المنتخب الوطني في السابق الأيام إن شاء الله. هناك حديث ميلود أيضا عن تشبيب المنتخب على أساس ممكن جدا أنه الركراكي يتخلى في المستقبل عن بعض اللاعبين يعني أدوا ما عليهم خلاص الآن الفرصة يجب أن تعطى للاعبين محليين وهم ما زالوا شبابا يعني. هذا صحيح أخي الكريم هذا صحيح أن المنتخب المغربي سيتوجه إلى استقطاب مجموعة من اللاعبين والشبان خاصة أن المنتخب المغربي يسعى دائما بدمج مجموعة من اللاعبين الذين يلعبون في المنتخب الأولمبي وكذلك أقل في منتخبات أقل من 20 سنة وكذلك أقل من 17 سنة والآن المنتخب المغربي يحاول استقطاب بعض اللاعبين الشبان خاصة من المنتخب الأولمبي والمنتخب كذلك المنتخب المحليين فهناك عناصر مهمة جدا تلعب في هذه المنتخبات بالإضافة أن المغرب يركز دائما على التكوين الأكاديمي نعم. الآن أكاديمية محمد السادس لكرة القدم في ناحية سلا قريبة من الرباط العاصمة تخرج سنويا عناصر مهمة في مجال كرة القدم ويؤطرها كذلك مؤطرون ومدربون مغاربة أكفاء وكذلك ستكون لهم كذلك شأن كبير خاصة وأنهم يطعمون المنتخب الوطني الأول. شكرا لك ميلود يعطيك الصحة ميلود أبو عمامة الصحفي الرياضي كنت معنا من وجدة المغربية شكرا لك ولباقي ضيوفنا إذن مثل ما قال ضيوفنا العملية لابد من مرحلة تقييم وحوصلة لما جرى خلال هذه المرحلة ليست هي الطامة مثل ما يقول ضيوفنا إذا خرج منتخب ما من هذه الدورة ولكن ما زالت هنالك فرص عدة لتصحيح هذه المعوقات أو هذه السلبيات والانتقال إلى دورات أخرى والمشاركة فيها بفاعلية هذا الذي أجمع عليه ضيوفنا سواء من الجزائر أو من المغرب شكرا جزيلا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة والمشاهدة دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء